بقى بص بص اللي هيحصل بقى، بص اللي هيحصل هنا. شايف الثلاث تيمات دول مش شغالين مع بعض؟ عايز بالاي دبليو ام، هات لي واحد بقى اي دبليو ام كده عايزين نتفرج على شغل سنايبر شويه. هات هات لي لي بقى معايز بقى وهو بيلقط واحد واحد على الشمال، فوق على الشمال جنب سهل جودزيلا والشايب تقريبا سهل. هو ده انت ايوه معايزه. ايوه انا اشوف، بس غالبا هيشوفوا بعض هنا، غالبا هيتناقشوا بعض، هيفايتوا هات بعض. لي اللي ماسك اي دبليو ام، عايزين نتمزج بقى بحته سنايبريه كده ناخدها انا هناك ما للبايه. بحسش فيه سنايبرات هنا قوي يا صابرين. والله لسه واحد معايا دلوقتي، جايب واحده دلوقتي انا جابها بحسها دي جايبها له مار في اكتر. طب مش انت عايز جايبها له مين؟ في الكيلة دلوقتي. عايزه جي مين؟ كان ايه اسمه؟ اوجي معايز اي دي دي اس واي تنفع؟ اس ام بي دلوقتي بيوقع عمرو ميسي. قال لك مين ايه دي تنفع؟ ماشي يا اسطى. دي مع اوه انا كل ما سبتين حد فعلا بيتدمر بيلبس سنين حلو قوي. فيري باد سيتويشن، هنا بنشوف اس ام بي باكيانو او بيكيت او بيكيت باكاينو او ميسيانو او بيكيتشينو. يا عم خلاص عرفنا على فكره، تيم 15 هنا دلوقتي. بيتهيألي ان لو في حد منهم يقدر يخرج من البيت، لو حد يقدر واحد يخرج من واحد ورا السور. بس لا هو متكفر يا جدعان، الواد اللي ورا السور ده متكفر بشكل عنيف. اسمع مني يا عيني، دول مزنوقين ورا التوك توك. يا نهار ابيض يا عيني، بص بص عامل ازاي توك توك، يعني ده توك توك بيفكرني بالحاجات اللي كانت بتتقلف وعارف عين شمس. يا نهار ابيض، لا لا ارجع ارجع لا يا عيني. ما هي دي زنقه وحشه. يا عيني بص عمرو ميسي ده اللي انت وقعت يا ابني، هي زنقه وحشه. بوستا برضو على فكره مش من الاسامي اللي اول مره نشوفها معانا في البطوله، من الاسامي فعلا. وبيوقع اتنين دلوقتي، وقع عمرو ميسي صراحه. لا لا موقف ده لسه يحسد عليه، موقفه لا يحسد عليه على الاطلاق. لبسها باكينو باك ثلاثة يا جدعان، ثلاثة وقعوا، ثلاثة وقعوا خلاص. اس ام بي دي لاب دلوقتي بالدبل كل هنا، مستر أوبن. جوكر و اضرب اضرب عليه. ايه ده، هو التيم ده ماله كده؟ اس ام بي دي لاب يا شباب ممكن يلحق التيم بتاعه دلوقتي، هو بيوقع باتشينو اوريدي بيعملوا فينش. خلينا نروح بسرعة على اس ام بي دلوقتي. لحظة انا بحاول نشوف الفتاة اللي جاي فين. لحظة واحدة، لحظة واحدة نتوقعها. نور اعتقد الفتاة ده ده لوحده يعني، ده لوحده. اثنين ما مدكس، نطلع من فوق بقى كده. الله عليك، اخرج بعض اخراج بتزله. لا انا على فكره مش انا اللي ماسك الكاميرا يا جماعه. انا احب عيل كان ماسك الكاميرا اللي هو شريف. يا ثانيه بس، هو فين راح؟ طب تفتكر دي ثانيه؟ لا دي لسه يا نور، بدري شويه. انت بتتفرج على التفاح اللي في بدري بدري نور، بدري فاينلز. الجيم جاي، الجيم جاي طرحت. لا ما انت بتهزري مع واحد تافه اصلا، ما بتهزريش معايا. هو راحت فين؟ اختفوا. بص بقول لك ايه، نايمين في حته والله العظيم يا جدعان، نايمين هم بره السور. خد بالك يعني، هم بيحاولوا يضمنوا دلوقتي البوزيشن. الرجاله بتحاول تضمن البوزيشن. طيب طيب اه بص سبعه. هالك ده ايه؟ ده ايه يا اسطى؟ ده ايه؟ ده الصراحة فيلم رعب، ده قاعد في فيلم رعب صراحة. يا شباب أنا شايف إن فعلا من التيمات اللي ماسكة نفسها قوي تيم 20 وتيم 15 اللي أوريدي كان لسه دلوقتي في فايت في كواري. في فايت في فايت تيم 20 فعلا لسه بقول من التيمات اللي ماسكة نفسها بيقع. بيوقع. طيب ماسكة يا بركة يا بركة من التيمات. طب ده طب توقعاتكم هيرجع؟ أنا مش شايف إن هو، لا أنا مش إن هو يرجع. هو على فكرة عنده هيخطب نفس الحاجة. عنده فرصة، عنده فرصة. نصر وقع واحد. لا ممكن هيلحق هيلحق هيلحق. هي ال عم شوف هو هيلحق لحق. ما انا جاي عنده فرصة. عايزين بس نشوف الزون يا جدعان. حاضر، هنجيب الزون وهنجيب الفايطات وهنجيب نجيب كل حاجة يا جماعة. معظم السكوادات بره الزون لسه يعني، السكوادات في السكواد خمسة كان مأدي بصراحة، عامل جيم عالمي الجيم اللي فات. بس ماشي مع خط الزون يا جدعان، السكواد انا متابعه ماشي مع خط الزون. مش عارف بقى الدخله هتبقى عامله ازاي بصراحه. خلينا نتفرج. نور قلبه جامد بصراحه، وعجبني جدا ان هو اكتر واحد جاب كلات، وفي نفس الوقت البوزيشن بتاعه حلو. بس انا مش عايز اشكر فيه عشان ما يحصلش معايا زي ما حصل مع هاري. فاحنا لغايه دلوقتي خلينا نجيب اي حد مثلا. اطلس اهو اهو، اطلس معاه اي دبليو ام. ايوه، وسنايبر عمار ياسر برضه راح اداها واحده ام 4. انا عايز اشوف انا عايز واحده كده تبقى سنايبرية كده، لقطة كده. مفيش حد هو هنا، مفيش حد بيلعب بالسنايبر غير قريب. سنايبر شريف دلوقتي بيضرب على ال ام سي هالك اللي هو كان قاعد لوحده اوريدي بره. هالك جاب من دلوقتي، هالك جاب من سنايبر نطر يا جدعان.
راح يعني هرب من دول. تيم 10 يا جدعان، حد يبص بص على تيم 10 كده فوق الجبل مكان مصر يا شباب، احسن بوزيشن بصراحه، احسن مكان حاليا في المنطقه دي كلها يا شباب، في المنطقه والبوزيشن بتاعهم على تيم تيم 5 جامد يا جدعان. ايه ده، 5 دول مش هيطلعوا، مش هيعيشوا، 5 دول مش هيعيشوا. خمسة يعني لازم يخشوا داخل الديار تتهدي، فاهم اللي هو يعني يفايت، هيفايت على اليمين والشمال وكل حاجة. دي لحظة يفايت ده اللي فوق على الشمال، في فايت ما بين تيم 6 وتيم 4 دلوقتي وتيم 16 دلوقتي، زي ما كنت لسه بقول حازم اطلس معايا ده اليوم، اطلس معايا ده. ايوه اطلس بقى يا حبيبي حبيبي، بحب الفايت كويس خالص. اوف 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 اتلسعوا اتلسعوا يا ابني اللي انت عملته. اوكي فينيش يفوز بين بكده كده بيفوت في الزون الخامسة، الزون صعبة جدا دلوقتي بصراحة. انا شايف ان هو مش قرار ان هم يفايتوا بس، طبعا هم خمسة ان هو يوصل للمكان ده جدعان، ده انجاز، نوصل لحد فوق ده انجاز جامد جدا. معلش يعني تيم 10 ما مسكهاش بيد من الحديد. بيبين عايز اقول لكم ان 10 تيمات مبقين معانا لسه في الزون الخامسة. عمرو سكر وقع، لسه بتدرب عليه، اعتقد ما تشوف كده، ما تشوف لا هات كفر، مش ما تشوف، صعب قوي البوزيشن بتاعه، صعب قوي. هنا بقى الناس بقى كاميرا بقى، بلاش كاميرا سبايدر على الناس من فوق بقى، واحد مثلا يكون ماسك سلاح مثلا زي اللي هو الشخص ده يكون ماسك مثلا سلاح، ونشوف بقى ايه الجيم بتاعه ازاي، تحركاته ازاي. ايوه اهو نصر حازم دلوقتي بيقع من سنايبر ثانوس بالكيو بي زد، ونصر شنايدر دلوقتي بالكفر بيقع على سنايبر ثانوس اللي هو يعني بيجيب له طار، ولسه اس ام بي بين هنا واطلس فوق. كنا لسه بنشوف الفايت دي، خلينا دلوقتي مركزين مع تيم 5 وتيم 10، اتنين بس متبقين من تيم 10. اس ام بي مصطفى دلوقتي راجع عشان يحاول ان هو يلحق التيم بتاعه، بس شايفينه بص سنايبر دلوقتي بيعملوا بالبوش بعد ما كانوا تحت، كان لسه عمار بيقول لو قدروا ان هم يوصلوا فوق تبقى معجزه، بنشوفهم بيحاولوا يطلعوا. عش قوي انجاز والله، انجاز الرجاله دي عملت انجاز يا جدعان، مكانهم كان وحش جدا 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 وخلصوا على الزون هنا. طبعا هنطلبهم ان هم يتحركوا، لسه سنايبر هنا بعد ما كانوا تحت فعلا بيطلعوا على تيم نصر. نصر كسبوا الفايت والاربعه عايشين في ده، ده بيتضرب على من كل حته، مكان صعب يا جدعان، مكان صعب قوي. خطمس بيجيب او تي باست فينش تيفا، كبزت ستيبل جدا. هنا الزون بتوقع ماد ماكس، وبنشوف دلوقتي تحطمس فعلا و دبليو ار شراود. قرار دايما بيبقى غلط جدا ان الاثنين يقفوا ورا شجره لوحدها، وهنا بيلعب اس ام بي صعب، كانوا صعب قوي جدا من التيمات المتماسكه. كان خطوه وحش قوي يعني، تحرك وحش قوي. بص مؤمن فين؟ هما الاثنين يا زوم برضه يا جدعان، يا زوم برضه بتتحرك بسرعه جدا، هم عشان كده يعني كل واحد عايز يعني يلحق بس مش اكتر. شوف هنا جي جي جي، اوه يا ابن اللعيبه مافيا. في التعليقات تكتبوا لنا مين اللي هيطلع من اللي هيكسب الجيم ده يا شباب، يا ريت تشاركونا. انا بقول اوجي، رايكم مهم جدا. انا شايف اس ام بي لا ولسه في لسه يعني صعب قوي توقعها، صعب قوي توقعها، بس نصر جاي جي جي ما عندهمش فرصه. يا ابن اللعيبه ايه ده، ايه الحلاوه دي يا ابن اللعيبه، نايس والله العظيم عاش معز بيفن. بس جي جي هو صعب 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 قوي، صعب مكان. لا بس نايس رياكشن جدا جدا جدا، عاش والله. طيب ماشي ماشي ماشي. ويند بي ريفايف، ايوه كده. مافيا كان بيكفر، جاب معاز بيرف خلص ريفايف، لسه 3 2 1. ده لان تيم اس ام بي دلوقتي فعلا من التيمات المتماسكه، هو وتيم 15 اللي هو تيم اس ام بي دلهاب بصراحة يعني من التيمات المتماسكة تقريبا، هم التيم الوحيد الأربعة أو الثلاثة تقريبا لسه عايشين. كل التيمات دلوقتي فاضل فيهم اتنين أو ثلاثة، يعني تيم مافيا تيم 21 وتيم 15 بس، كل تيم فاضل فيه ثلاثة.
غير كده اس ام بي 2. انا شايف ان التيم 16 على فكره ممكن يعملها لسبب. ايوه بص هو داخل بره الفايت يعني الفايت مش فايته. هما اتنين على فكره محافظين على يعني الموقع بتاعهم من فتره وسايبين ناس بتفايت وهما يخشوا في الاخر على فكره الرجاله دي. فمش عارف هل ممكن يعملوها. ممكن يعملوها الرجاله دي. رجاله تيم كام تاني؟ تيم 16 اس ام بي 16 تيم 16 اس ام بي. اه ممكن يعملوها. هتجيب لي كده واقفه لوحدها هي الوحيده اللي عايشه في التيم وسرفايفر وايش ديفاز وترجعها. ايوه عايش قوي قوي ممكن فينيش تلعب اوزي. ديفاز فوق اي دي اس واي هنا التيم 6 كيلز اوريدي عامل سكيور ل 6 كيلز لو قدرت ان هي تاخد البليسمنت او تجيب بوينتس. وهنا بتشوف دلوقتي اس ام بي تي فبيوقع خدف وعاز وبتخطف الكلايه دبليو ار رايو ودبليو ار مؤمن وفنشه اتفنشوا الاثنين. تيم 15 زي ما كنت لسه بقول شجره انتمات فعلا من نفسك شجره يا بيه. اعمل نفسك شجره شجره طبعا شجره اعمل نفسك شجره. طيب خمس تيمات هو تيم 16 بصراحه شايف ان تيم 16 موقعه احسن واحد. الجاب الجاب يا عين يا عين الجاب وده الجاب. لا دايما الشجره مثمره دايما الناس بتخطط في حد فاهم مني ايه كل شجره كتير. اه يا جماعه يقول يزقلها يزقلها. لا انا قلت لحد فوق بالطلقات. احنا لسه انا وانت يا لولا متفقين على يزقلها يزقلها فالطلقات لا عادي ممكن تحكي. اس ام بي دي فهنا دلوقتي بيجيب قدامه دي مش شايفه شافها نايس جدا. اس ام بي لسه كان عمار بيقول ان تيم 16 احسن بوزيشن. هم 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 اللي احتمال كبير يجيبوا الجيم يا جدعان. على فكره هو 1 في 1 دلوقتي لان اس ام بي اوريدي واقع. 1 في 1 نشوف قال راينو مين اللي هيكسب. 1 في 1 قال ان راينو دلوقتي ممكن يكسب الفايت بس اس ام بي الام 7 هنا الهيد شوت بيخلص الجيم يا ابن والله العظيم. نايس عملوا جيم ممتاز يا جدعان الرجاله دي يعني على الهادي كده.